كانت تلكم العناوين وإليكمها بالتفصيل. قال مراسل النبأ إن مدينة كيكلا تتعرض للقصف ولليوم السادس على التوالي بصواريخ الجراد منذ صباح اليوم بعد توقفه مساء أمس. وأوضح مراسلنا أن القصف متقطع ويتم بصواريخ الجراد التي تطلق من منطقة الغنايم أم جرسان، وأن هناك اشتباكات في المحور الجنوبي. ومن جهة ثانية أفاد مراسلنا بتجدد القصف على مدينة القلعة مساء هذا اليوم، ما أوقع 4 قتلى في صفوف المدنيين وجريحين. وحول الأوضاع ينضم إلينا مراسلنا من منطقة القلعة مراسل النبأ محمد النبوت. محمد، ضعنا في جديد الأحداث والتطورات لديك. نعم، جديد الأحداث والتطورات اليوم هو القصف المفاجئ الذي تعرضت له مدينة القلعة مساء هذا اليوم. كنا طوال 6 أيام الماضية كان القصف على مدينة كيكلا منذ 6 أيام متواصلة، وحتى هذا اليوم منذ ساعات الصباح الأولى كان القصف يطال مدينة كيكلا والاشتباكات تدور بالمدينة. ولكن اليوم رجمت صواريخ هذه القوات المهاجمة وجهت مدفعيتها صوب مدينة القلعة، وسقطت عدة صواريخ بمنطقة ظهر القلعة القريبة والمحادية للحدود الإدارية من مدينة كيكلا، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص أو أربعة من أبناء المدينة سقطوا نتيجة سقوط إحدى القذائف على سيارتهم بالقرب من المنزل الذي يقطنون فيه، وراحوا ضحايا لهذا القصف، وإصابة أيضا شخصين من أبناء المدينة بإصابات بليغة حقيقة، تم نقلهم إلى المستشفى على إثر هذا القصف، والذي يعتبر هو الأول من نوعه على المدينة. ويبدو أن هناك تصعيد من القوات المهاجمة لمدينة كيكلا لتبدأ في عمليتها عملية موسعة حتى على المدن المجاورة لمدينة كيكلا، فبالتالي هذا القصف هو الأول اليوم الذي تتعرض له مدينة القلعة منذ بدء الحملة على مدينة كيكلا براجمات الصواريخ حقيقة. نعم، محمد النبوت مراسلنا من جبل نفوسة، شكرا جزيلا لك.